وعيقتو وعيقتو بزاف وسروا راسكم عيقتو عيقتو عرفتي شنايا عيقتو وراه بزاف والله حتى بزاف بالله سروا راسكم شويه يكون واحد شويه الاحترام. السلام عليكم معكم دافيل شخصيا من العاصمه اختي كندوي على دوك البنات ديال روتين اليومي راه بزاف شي حاجه بزاف البساله كاع واش ام تزيد بنت هادشي تقول لها صبني وانا نصورك وبيني على العوره ديالك وانتوما انتوما حشم الله شويه حنا والدينا والدينا قسما بالله الى الحياه والاحترام الوالده عندي تقول لك الوالده كتخرج كتكون مخرجه حاشاك سطل ديال الزبل حاشاك وحاشا المشاهدين كتقول لي ولدي لا راه الكسوه ما خصنيش نخرج بهذه الكسوه هذه كسوه طويله وصلت حتى لهنا حتى الرجله لتحت وانت دابا ام كتصور بنتك باش تزعيها توصل لها داك الشيء وانت حشمو شويه بحال ديك المراكشيه انا عجباني بنتي وعجباني فورمتها انت واش هاد الهضره واش هاد المستواس والله ياخذ فيكم الحق والدنيا بسالش الدنيا بسالش حتى حاجه ما بقاش كتجيب الحلاوه ديالها بسببكم نتوما اصحاب الروتين اليومي من بنت واحد الاخيره بسببكم ما بقينا فاهمين والو الشباب حقدوا على الزواج بزاف وانت غير اللي كدير شي حاجه كتخرج وكتبان وانت يا حشمي الله احترمي والديك دابا هذيك هي خذا شي واحد دابا هذيك غتجيبها وتحطها قدام والديك وتبقى جالسه وكذا وهاد بالنسبه لديك المراكشي درت غلط يعني غلط كبير والام ديالها بعدا هذيك الام ديالها هي اللي دارت الغلط تشجع بنتها توصل لهذاك الشيء راه بزاف والله حتى بزاف بقينا فاهمين والو حنا كنطالبوا من السلطات ومن الصحافه من دير واحد الضجه بانهم يسبريميو هادو يسبريميو المقالات ديالهم ويحيدوهم ويعاقبوهم راه كانت الجهه المعنيه ديال مراكش كانت دخلت لهذيك القضيه ما عرفتش واش مازال كتخدم فيها ولا حبست الله اعلم وكنتمنوا من هادشي ما يبقاش داك الام شنو تبغي تقول لي هذاك الام ديالي كنوصل لها واحد الميساج كنقول لك اخالتي انا احترمك ماشي ما نحترمك حيت حنا عندنا امهات كنقول لك حشمي الله شويه وهذيك راه بنتك غدا ولا بعد غدا غتشوفيها عروسه وكذا وعاد وليدات فهمتي ما تبغيش تخرجي عليها على حياتها حيت راه عطا الله ما يدار كاين بزاف تقدري تخرجي تخدمي في الميناج تقدري تخدمي تبيعي شي حاجه بزاف تقدري تبيعي كلينيكس اي حاجه اي حاجه تبيعها تخاسر تجيب نهارك دابا قلتي انت واحد كيما قلتي لها هذيك من تجوز بها اه ما قلت شي بنت محترمه اخوان جلابه حيت حنا والدينا بحال هكاك وكانت معاهم الدنيا زواونه اما دابا الدنيا راه تبدلات صراحه مي ولا هاد العرا لبس عليا نزير عليك راه ما بقى ما يعجب صراحه والله انا لحد الان اه بلا ما نقولها خليني ساكت حيت انت عارفاني انا راه لا خليني ساكت والله صراحه عن ضرهم في قلبهم وصافي البنات ما كندويش على البنات كاملين كندوي على الناس اللي ديال الروتيني اليوم اللي كيعجبهم الحال كيقول لك الروتيني اليوم ودابا المشكل رجاله كبار قسما بالله الا تفرج واحد القناه قال له ماش كيفاش قال له قال له كيعجبوني شكون شفتيها في واحد السوق اسبوعي قال له كيعجبوني هذوك صحاب الروتيني اليومي وكذا ودابا في وضرب ولادو بمرتو بكذا واش هذا الشيء في وصلنا حنا الشباب حاقدين على هذا الشيء باش نقول لك وبزاف الله يهديكم الله يهديكم وشكرا.